بانتخاب السيد عبد اللطيف رشيد رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك بترشيح السيد محمد شياع السوداني كمرشح لتشكيل وزارة وتقديم وزارته إلى البرلمان لأخذ الثقة من البرلمان والبدء بالعمل. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، منذ أن سقط نظام الطاغية صدام إلى يومنا هذا، إيران وقفت إلى جانب الشعب العراقي والحكومة العراقية في أفراحه وأتراحه. فلا يمكن لأحد أن ينكر أن إيران تريد الخير والرفاهية والتقدم والتطور والنمو للشعبين العراقي والإيراني، لأن العلاقات التاريخية الثقافية الدينية الاقتصادية الأمنية العسكرية تتأثر بين البلدين، كما عبر سماحة السيد خلال لقاءاته ولقاءات المسؤولين العراقيين مع سماحته إنه العراق هو عمق استراتيجي لإيران وإيران عمق استراتيجي للعراق، لأن هناك مصالح مشتركة قوية ومتينة جدا. إذا نحن في بادئ الأمر نهنئ الشعب العراقي بهذه الإرادة، لأنه النظام في العراق نظام الحكم نظام برلماني، والبرلمان أثبت عقلانيته وحكمته وإدارته الحكيمة للأزمة التي مر بها، وبحمد الله خرجت من هذا النفق بنجاح وبمبارك حقيقة. فنحن كما أعلن السيد رئيسي في رسالته التي هنأ فيها السيد عبد اللطيف رشيد، أنه كما في السابق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة أن تتعاون في كل المجالات مع الحكومة الجديدة بإذن الله.